حبس وكتقول بلي تظلمتي وانت دخلتي للحبس، عاود لي اول مره دخلتي فيها. اولا اشكر قناه ميديا ان تي في مرحبا بك اللي فتحت لنا هذه الفرصه، وتنشكر مؤسسه محمد السادس لهذا الادماج على راسهم جلاله الملك عندما قال في خطاب اكادير 29 يناير 2003 عليكم بادماج السجناء ماديا ومعنويا. اتمنى من الله نلقاو هذيك المعنويين مع المجتمع اللي حيط بنا. إذا المشكل ولا في معنويا مع المجتمع ماشي مع المؤسسة ولا مع الحبس ولا مع هذوك الناس اللي نعرفوهم. نرجعوا أول مرة دخلتي فيها الحبس. دخلت في دومالي الدوميل أ. علاش؟ دخلت على تهمة المخدرات. كتبيع وتشري ولا شنو؟ نعم. وبعت واحد الفترة ديال 3 شهور تقريبا. شحال تحكمتي؟ بسنة. دوزتها كلها؟ بسنة عيد داير خديت سنة، الشدة الأولى درت. درتي تعاقبتي. نستاهل. يعني كان شي مرات اللي ما درتي فيهم والو وتظلمتي. نستاهل يعني كتعترف شنو درتي. ما تنخافت من واحد. ايه. الله هو اللي امرنا. شكون هاد القضية؟ وما نكذبش. لأني الأولى درت تعاقبت وخرج عادي. ما بقاش فيك الحال. لا ما بقاش فيا. إوا مسا بقى فيك الحال وقلتي بلي تظلمتي؟ أنا عندي نصب وحتيل في دوميل في 2000 روشيرشي عليه. يعني بقى ارضيه التنازل زريه بس يتقدم التنازل ديالو ما خباريش. يعني خرجت في 2000 وجو شهر 5 في 8 ما داروش لي تعرض عليه. ما بقيت عادي عايش تمشي السوق نخدم مروج الحركه بخير والحمد لله. تفاجئت يوم من الايام جاو رجال الدرك داوني يعني ضربوني في التيرمينال في 2006 يا ودي شهر 7 ولا شهر 8 المهم شهر 7 من 6 يعني قالوا لي راه عندك نصب احتيال والان رانا مازال ما بغيتش نصاوب لاكارت على هذاك الدليل اللي عندي. من 2006 وانت باقي من 2000 من 2000 من 2000 ولكن زدت عليها في 2006 بالضبط. يعني من شهر 6 نقول لك حتى لشهر 7 8 ديت مراتي في لو 22 ديال لو 9 2006 في 2006 ديتها ولدات نهار 23 خرجت السبت ورا الوطع كاينه حنا دخلنا المراه مشي نجيب الدواء شط طاكسي ديت ما عندي والو عندي كفاله حكم علي بالوكيل بكفاله يعني 4000 درهم. دخلنا جلسنا مع المرأة شوية خرجنا جاي واحد الأخ ديالي من سيدي حي الغرب جاي مراتي تقابل لي مراتي أنا مراتي بيضاوية ما عندهاش الخواتات فوجئنا بالبوليس عادي ولا علاش نهرب تيقلبوا على خويا منهم الخويا زوني أنا مرات خويا وصلت داز عند خويا الحانوت تيسدو باش يجيو يشوفوا المراه خويا يلاه غيوصل وغيرجع بحاله. دخلوا علينا البوليس داونا بكل بروده الدم. داوكم كلكم؟ داو خويا صحيم محمد داو صحيم محمد معروفه هذه. اذا تشديتوا انتم الخوت؟ ثلاثه. التهمه شنو؟ مخدرات واهانه الشرطه. شحال شديتي فيها هاد التهمه هذه؟ مع الاسف 6 سنين. 6 سنين؟ ماشي سهلة. انت خوتك. حنا والاخ ديالي حنا ثلاثة الخوت وزاد الاخ ديالي الرابع تشد. بربعة يعني يكون هبات ما يبقاش فيا لحد. حتى لا مشاو خوتي شردوا أسرة تتكون من 17 شخص غير الأطفال. كان كلكم جوجين كلكم عندكم الأولاد. يعني بنادم يضربك برصاصة في راسك وتقدر ولكن باش يقتلك بالموت البطيء راه مستحيل. يعني انتوما واسركم؟ يعني شتوهم انا وليت نشرب الدواء. السنين كلها دوزتيها وانت حاس بالظلم بالقهره. حاس بانفجار. يعني قنبله موقوته. يعني انسان لما تحكمش انت تشوف خوك جاي 140 كيلومتر ل 150 كيلومتر تتشوفيه جاي في زياره تولى في السجن وواحد تتشوفيه دوز في القوات المسلحه وما عندوش تنهار دا
دابا الغريب بان خوتي راه ما عندهمش نهار ديال الكوميساري، ما عندهمش سوابق نهائيا. خوتي بثلاثه يعني خمسه الخوت كاملين. واخا منين دوزتو هاد الست سنين انت شخصيا، منين دوزتي هاد السنين وخرجتي وانت قلتي كنتي كتنفجر لداخل، كنتي قنبله موقوته، لما خرجتي واش خرجتي اكثر يعني باغي تنتقم من هاد المجتمع ولا هاد البوليس ولا هاد الشيء الظروف اللي لاحتك للحبس ظلما وعدما كيف تتقول، اولا خرجتي مردوع ومهزوم ومهرس بعد المرات ولا ما عرف شحال من مره؟ كيفاش النفسيه ديك خرجات الحج وانت قلتي كتشرب الدواء وليتي مريض وليتي؟ عندي ادله وعندي اوراق. هو في الحقيقه حاليا السجن احب الي مما يدعوني اليه. الحبس حسن. علاش؟ شنو فيه اللي حسن؟ لان السجن الاكبر هو هذا، هو اللي حنا فيه دابا. ما نشاطرش هاد الاخوه في هما عندهم. بمعنى انت ديك العوده للحبس وارده في اي وقيته؟ لا درت ومشيت للحبس راه مرحبا. يعني تتشي عاد ابسط 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 واحد في الجماعات المحليه ولا في السلطات، يعني ديما خصو هو بانه هو البريء وانت راه هو المتهم. انت ديما عليك التهمه انك انت مجرم وبزناس وما عمر ما غيعفو عليك الله. يعني ما كاينش شي قومه اللي كتمحي هذه الاخطاء خصوصا ديال الاجرام وديال لا الى اصحى الضمائر الحيه تحيي. لا دابا واش كاينه هاد الضمائر صحيه ولا مازال شي؟ لا اعتقد لا اعتقد لا اعتقد مازال تشوفها ناقصه في المجرم. لا اعتقد لانني اليوم كملت 11 شهر بالضبط، لو 23 اليوم كملت 11 شهر. ديالاش هاد 11 شهر؟ يعني باش خرجت. باش خرجتي؟ علي نعام. صابر يعني باش توصل. داروا عليا شي بحث كبير. قام عليا شهاده العوز عندي ما عندي والو. وباش كتعيش دابا؟ باش كتعيش وليداتك؟ انا لا ما نكذبش عليك، لان كاين الناس وكاين الناس اللي خايدين عندهم الفلوس وعايش وتنبيع السيما الطاول الحديد المواد البناء. اذا دبرتي على حرفه وبيع وشري باش تعيش؟ يعني انا راه تنفضل دابا نجلس وعندي اصدقاء تنجلسوا معاهم ما بعيدا على كل الشبهات. يعني انت ما تسرطات ليكش هذه القضيه ديال السجن؟ لا حقيقه حيت تمشي وتعاود ترجع ليها وتتفيق عليك. انا ما تنجلش القانون. وما تنتحداش القانون. ما هو قانوني قانوني، ما هو غير قانوني قانوني. حنا خاصنا الطبيب النفساني في الدار بعدا باش يوصل ولدك يطلع للدوزيام اطاج ويبغي يتلاعو حراسو. علاش؟ قالوا لي باك في الحبس. هذا ولدك؟ ايه موجود. فاش كنتي في الحبس ولدك باغي ينتحر؟ ايه. واخا السي الحاج مازال نكملوا هذه القصه ديال